يسعدنا أن نقدم لك وسيلة النقل التوازني المستقبلية من داهير إنشات. في بداية القرن الماضي ابتكر المخترع الروسي بيوتر شيلوفسكي نموذجاً أولياً لسيارة توازنية بعجلتين وقطار أحادي العجل، وفي نفس الوقت بنى المهندس الأنجلو أسترالي لويس برنان قاطرة توازنية أحادية القضيب وتم اختبارها بنجاح. يعتمد مبدأ الحركة التوازنية الجيروسكوبية على هذه الآلات. بفضل عجلة الحدافة المنحدرة لأعلى يحافظ الجيروسكوب على نفس اتجاه محور الدوران ويقاوم بفعالية تأثير عزم القوة الخارجية، وهذا يعني أنه طالما احتفظت عجلة الحدافة بسرعة الدوران الضرورية تبقى السيارة ثابتة. ولهذا السبب بالتحديد أخفقت السيارات التوازنية الأولى، ففي تلك الأيام كانت المحركات تتوقف في العادة، وإذا توقفت عجلة الحدافة فستسقط السيارة على جانبها. على مدار المئة عام الماضية حدث تقدم هائل في هذا المجال، واليوم تتميز المحركات بالموثوقية، وقد حان الوقت لإعادة ابتكار فكرة النقل التوازني. استلهم المتخصصون التابعون لنا في داهير إنشات الفكرة من التطورات الحديثة في مجال التحكم في الموتور الكهربائي، وطوروا سيارة توازنية تلبي كافة متطلبات السلامة الحالية. في المدن الحديثة حيث تحظى مشكلة الازدحام المروري بأهمية خاصة مع استحالة توسيع الطرق من الناحية الفيزيائية والمالية وبناء أنفاق وممرات، فإن الحل الوحيد هو استخدام الجزء الأوسط من الطريق غير المستغل. والميزة الرئيسية في السيارة التوازنية الخاصة بنا هو ملائمتها لبنية الطرق الموجودة، في حين البقاء مستقلة عن بقية الحركة المرورية. وبفضل جزء المحمل الصغير والهيكل المركب الخفيف يمكن لهذه السيارة التحرك بسرعة بطول مسار خاص مدعوم بين الحارات وإلى جانب الحركة المرورية العادية، بحيث لا تشكل أي تداخل في الغالب مع المركبات الأخرى. وبفضل الحدافات المنحدرة لأعلى التي توجد أسفل الصالون تحافظ السيارة التوازنية على الثبات حتى في حالة التصادم مع سيارات أخرى. ويتحقق التشغيل المستمر للسيارة بمساعدة مولدين مستقلين وحزمة بطارية مولد احتياطية، والتي تضمن عدم حدوث تعطل في الدوران بسبب الطاقة مطلقاً حتى في حالة توقف كلا المولدين. إن جودة تصميم القطار التوازني الخاص بنا وموثوقيته جعلاه قابلاً للاستخدام في نقل كل من الأفراد والبضائع. علاوة على ذلك يمكن استخدام تلك السيارة لإنشاء صالون متحرك فاخر فعلاً، والذي يتفوق في المنافسة حتى على أغلى سيارات الليموزين. يمكن استخدام السيارة التوازنية الخاصة بنا في احتياجات الطوارئ مثل غرف العمليات المتحركة لتنفيذ عمليات جراحية عاجلة. استخدمنا أيضاً حافلة توازنية لتصميم عربة إطفاء، والتي تتيح الوصول السريع إلى أي مكان في المدينة بصرف النظر عن ظروف الطريق. وإذا كان هناك ازدحام مروري فإن السيارة ترتفع فقط فوق حركة المرور على السيقان التلسكوبية وتتحرك بين صفوف السيارات. عند الوصول إلى موقع الحريق تقوم طائرة بدون طيار من 20 محركا متصلة بالسيارة التوازنية من خلال سلك طاقة بسحب السيارة والتحليق عاليا، ولدى الطائرة بدون طيار طاقة كافية للطيران إلى موقع الحريق مع معدات الإطفاء الضرورية، يشمل ذلك خرطوم المياه والفوهات الخاصة وكبسولات التصويب المزودة بمسحوق إطفاء الحريق. علاوة على ذلك يمكن للطائرة بدون طيار استخدام ممشى قابل للسحب لانتشال وإخلاء 5 ضحايا بحد أقصى على متنها إذا لزم الأمر. يتميز تصميم السيارة التوازنية بأنه تصميم عام ويتيح لك استخدامه في إنشاء وسائل نقل آمنة وموفرة للتكلفة ومريحة لأي غرض، بدءا من السيارات الخاصة المريحة حتى القطارات العامة. وبفضل استخدام مواد عصرية وآليات التوازن الذاتي فإن إنشاء هذه السيارة ممكن بالفعل. إذا أعجبك المفهوم الخاص بنا وكنت مستعداً بالفعل لتمويل إنشاء وحدة بسيطة، فيسعدنا المتابعة وتوضيح وسيلة النقل المستقبلية إلى العالم بأسره في أقرب فرصة. يمكنكم التواصل معنا لمعرفة المزيد حول التقنيات التي توفرها داهير إنشات.